إفتاء الليبيا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج من حلقة الإسلام والحياة، والذي نقدمها من قناة التناصح الفضائية وكذلك إذاعة التناصح بإذن الله سبحانه وتعالى، ولديكم على تمام الساعة 5:05 من كل سبت واثنين وثلاثاء وأربعاء. ونستضيف في هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة نذكر بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى، والتي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة بحول الله وقوته، وهي كالتالي 021-33-47-401، والرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر والتي تأتي تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي، فحياكم الله شيخنا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا شيخ عبد الباسط، حياك الله وحيا الله المشاهدين والمتابعين. أسأل الله حفظكم شيخنا، بارك الله فيك شيخنا. يعني إحنا في أمثال القرآن في الحلقة 17 وتوقفنا عنها الحلقة الماضية، يعني ما تحدثناش عن أمثال القرآن، واليوم كذلك في بداية شيخنا لم نتم موضوع الحملة على فرنسا والمقاطعة، لأن شيخنا توقفنا عندها ورأينا تشويشا خلال هذا الأسبوع ممن يدعي السلف ومن يدعي الإسلام ويدعي الدعوة والنصيحة للأمة، وعدم يتهم الناس الآخرين بالعاطفة، وأن الأمة كلها أخذت العاطفة إلا هو لم تأخذ العاطفة. شيخنا بارك الله فيك، نتكلم في موضوعين أو يعني سؤالين: ما دليل هذه المقاطعة من الكتاب والسنة؟ وهل المقاطعة شيخنا واجبة أم أنها نافلة من نوافل القول أو العمل؟ وهل هي نوع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. آمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسول الله سبحانه وتعالى، إلى الأسود والأحمر إلى العالمين. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل عليه قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وأنزل عليه قوله: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومحبيه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الإنسان يعجب من الجدل حول المسلمات وإنكار الواضحات، ولا يزال الإنسان يعجب لهذه الحمية التي كان ينبغي أن تكون دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بها حمية لمنتجات فرنسا، وإذا بها حمية وتلميع واعتذار للمتجبرين من المتسلطين على بعض بلاد المسلمين الذين يوالون فرنسا ويدافعون عنها وكأنهم يصبون الملح على جراح المسلمين باستقبالهم المبعوثين الفرنسيين والسفراء الفرنسيين بعدما حصل من التطاول والإساءة من رئيس فرنسا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وكنا نأمل ونتمنى أن يكون موضوع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن الحسابات السياسية الضيقة، وأن نترك الخلاف السياسي ولو مؤقتا أو نؤجله، أو الخلاف المذهبي أو الفكري أو المسلك يعني المنهجي في التلقي ونحو ذلك من التوجهات المعروفة الآن في عالمنا الإسلامي. ولكن للأسف استطاع الطغاة ومن ورائهم طغاة الغرب المتطاولون على ديننا ونبينا ومقدساتنا أن يستعملوا بعض أصحاب العمائم وبعض أصحاب الدعوة والانتماء إلى يعني التيار الدعوي والعلمي والذي ينبغي أو يفترض فيه أو كان المؤمل منه أن يكون إصلاحيا، ولكن نجد الآن كل صوت من أي طائفة كان يدعو إلى مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحث إيمان المسلمين وعاطفتهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليردوا على هذه الإساءة، إذا بهؤلاء ما يجدون صوتا يرتفع بهذا النداء إلا وفوقوا إليه سهامه ورموه عن قوس واحدة واتهموه بشتى الاتهامات، اتهموه بالتكفير واتهموه بالدعوة إلى الذبح والقتل والتفجير، واتهموه بأنه عاطفي. يا سبحان الله، وهل العاطفة عن الإيمان بمعزل؟ وهل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله إلا عاطفة وإيمانية واجبة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ ما كان يظن بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مدافعا عن فرنسا وعن منتجاتها وعن ادعاء أن الدعوة إلى المقاطعة ستحمل إلينا المفاسد والكوارث على الأمة وكأنه ناطق باسم خارجية حاكم بلده أو غيره؟ ما كان ينتظر هذا. سمعنا بعض الدعاة الطيبين والخيرين يعني أخذتهم الغيرة المحمودة ووقفوا الموقف الذي نعتقد أنه يجب على كل داعية وكاتب وصاحب قلم وكلمة وتوجيه أن يقفه، فإذا بالسهام توجه إليه ويلزم بإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان. قال له بعض هؤلاء الأبواق المدافعين عن الطغاة والمدافعين عن اقتصاد فرنسا، شاءوا أم أبوا، قالوا له إذن أنت ستكفر من لا يقول بوجوب المقاطعة. سبحان الله، وأنت يعني تحرم الحلال، يلزمونه بإلزامات باطلة وهم أعلم الناس ببطلان هذه الإلزامات. الآن أي عالم أو مجتهد أو داعية يدعو إلى قول أو إلى رأي ويحرض عليه ويقبح مقابله، يبين يعني فساد مقابله، نقول له إذن أنت تكفر مخالفك، إذن أنت تقول إن من لا يقول بوجوب المقاطعة هو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ما دخل هذا بهذا؟ إن اتبعنا هذا الأسلوب السمج في الإلزامات لما جاز لأي عالم أن يدعو إلى حكم شرعي إلا إذا كان قطعيا. ويجب على هذا المنكر الذي يتكلم الآن ويقف إلى صف الطغاة من الأعراب المدافعين عن فرنسا واقتصادها، فإننا نلزمه أن يسكت عن أي دعوة. وما أكثر المسائل الاجتهادية التي فرق بها الأمة هذا الرجل وأمثاله من التيار المفرق لجماعة المسلمين المشتت لجهودهم
الذي يصرف أنظارهم وجهودهم واهتمامهم من الأمور الكبرى ومن الكليات ومن الدفاع عن الأمة ومقدساتها الذي يجب أن لا يكون فيه خلاف، نجده يعني يجر الأمة إلى معارك جانبية، هو وأمثاله. يعني نحن لا نريد أن نذكر أسماء، لكن هذا التيار المنحرف أصبح واضحا وأصبح معروفا، يعني لا يركز إلا على مسائل الخلاف الفقهي، صلاة التراويح 8 ركعات أم 10 أم 20 أم 20، هل نصوم يوم السبت منفردا أم لا، هل نخرج زكاة الفطر طعاما أم قيم، معارك وتبديع وكمن يحارب طواحين الهوى يعني، ويترك الآن الهجوم على مقدسات الأمة. يعني ما سمعنا لهم إنكارا حتى على فرنسا، ما سمعنا، فقط الإنكار منصب على من دعا إلى مقاطعة منتجات فرنسا. ما هذه الحمية وما هذا الخوف والإشفاق على منتجات فرنسا؟ يا ليتهم بيّنوا لنا مفاسد تلحق الأمة من الدعوة إلى المقاطعة، والله لو فعلوا لكان الأمر جديرا بالنظر. نحن لا نهدر المصالح والمفاسد، نحن نقول نعم لا بد من النظر في المصالح والمفاسد. الآن رأينا شعوب الأمة الإسلامية هب، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، غضبوا عربا وعجما وخرجوا منكرين ومطالبين بمقاطعة فرنسا. أسواق الآن، أسواق في الكويت مثال، يعني كمثال من الأمثلة، الأسواق المركزية معظمها وبدون إلزام حكومي يعني ده قاطعت المنتجات الفرنسية. ألا يفرح كل مؤمن بهذه الحمية المحمودة وهذه الغيرة؟ والله يقول لك الآن التحريض أصبح جريمة، أنت محرر. الله سبحانه وتعالى يقول وحرض المؤمنين، سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يخرج في الغزو يخرج معه الشعراء، حسان كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، أهجهم وروح القدس يؤيده، كما ثبت في الصحيح. يعني الهجو الذين يتطاولون على مقدساتنا وعلى جناب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، هذا من أنواع الجهاد. الجهاد يكون باليد وبالنفس وبالمال وباللسان، نقدهم وإظهار عوارهم وفسادهم وكذبهم ونفاقهم وتناقضهم مع شعاراتهم، هذا من الجهاد بالكلمة. الآن المقاطعة الاقتصادية لفرنسا من الجهاد بالمال. قالوا حتى في ليبيا ظهر بعض هؤلاء من هذا التيار المنحرف وقالوا لا، المقاطعات ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني سبحان الله، القتال إلى جنب الروس وقتل المسلمين مع الروس ومع الفرنسيين، هذا من هدي الإسلام عندهم. ما هذا الفهم المعكوس؟ سبحان الله. ونحن إن شاء الله نرى أن فطرة عامة المسلمين الذين يسميهم هؤلاء عوام وجهلة وقالوا هؤلاء فسقة، أكثر الخارجين في المظاهرات هم يقولون، أكثر الذين خرجوا في المظاهرات يعني يدعون إلى المقاطعة هؤلاء فسقة. الله أكبر، فسقة. قد يكون هذا بغيرته على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله منك أيها المغرور، أيها المتعالي، يا من تظن أن مجرد إعفائك للحية طويلة ولبسك لقبعة وتشميرك لثيابك سيجعلك من أهل الجنة ومن الناجين من النار. هيهات، هذا جزء صغير جدا من مسائل صغيرة واجتهادية وأغلبها ليس بواجب في الإسلام، لكن بغض الكفار ومعاداتهم وموالاة المؤمنين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة على الحرمات، هذا ركن ركين من أصل الدين. فهذه الإلزامات سبحان الله سمعنا أيضا من هؤلاء يقول إياكم أن تسمعوا للدعوة إلى المقاطعة،
لأن الذين يدعون إلى المقاطعة هم هؤلاء الجماعات والأحزاب الذين يريدون أن يقودوكم. طيب أيضا أنا ممكن أن أقول أنت الآن تظهر بلحيتك الكبيرة وبغترتك وبتقعيرك للكلام وتفيهقك وتشدقك في الكلام نقول أيضا لماذا لا يقال أنت أيضا تريد أن تتزعم يعني قيادة الأمة وتوجيهها؟ هذا ليس نقاشا علميا. أولا موضوع المظاهرات وموضوع الأمور هذه التي تدخل في السياسة الشرعية في أغلبها لا تفتقد إلى نص نقلي أثري، يعني لا نفتقد في إثبات جواز المظاهرات والمقاطعات إلى أن نبحث في النصوص الجزئية، يعني لا يتوقف الأمر على ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاطعوا أو يقول اخرجوا مظاهرة أو تجمعوا في المكان الفلاني، هذا لا يفتقر إليه لأنه ليس من أمور التعبدات التي مبناها على النص. وطالما كررنا هذا المعنى وقلنا أن السياسة الشرعية هي كل ما لم يخالف الشرع، أنت المطالب الذي تحرم المظاهرات أو تحرم الدعوة إلى المقاطعة أنت مطالب بأحد أمرين، إما أن تأتينا بنص يمنع ويحرم وينهى عن هذا العمل، أو أنك تثبت لنا رجحان كفة المفاسد، ليس لك طريق ثاني، وإلا فالأصل في هذه الأمور هو الإباحة، هذا أول. ثم يعني حتى على إلزام هؤلاء نقول لا، ماذا فعل ثمامة بن أثام الحنفي رضي الله عنه الذي كان مشركا وكان سيدا في قومه في بني حنيفة وأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته وردت في البخاري في مواضع في عدة مواضع، ووردت في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي مسند أحمد وربما في غيرها من دواوين السنة أيضا. وهذه وجاء في قصته باختصار بعد أن أخذ أسيرا وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعامله بمعاملة حسنة وأحضر له الطعام، وكل كان يأتيه في كل يوم من الأيام الثلاثة يقول له ما عندك يا ثمامة، فلم يعلن إسلامه، قال عندي يا محمد خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني فهناك من سيأخذ بثأري من قومي، وإن تنعم على شاكر، يعني إن تفضلت وأطلقت سراحي فسأكون ستعلم أني شاكر لا أنكر يعني الجميل كما يقال. فجاء في اليوم الثالث وأجابه بنفس الجواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، من عليه أطلقه. فعندما فكوا وثاقه انطلق إلى ماء قريب من المسجد، في رواية نجل قريب من المسجد ماء، أو في رواية نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ثم ذهب ليعتمر، ذهب إلى مكة، وقد سمعت قريش باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قائل أصبوت، كما كانوا يسمون الإسلام، يعني يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، يعني الذي فارق دين قومه، فقال لهم لا، ولكني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال ولا والله لا يأتيكم منها حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقاطعة اقتصادية، هذا إن أردنا أن نبحث عن نص جزئي في المسألة من السنة لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له المقاطعات ليست من هدي وهذه ليست من سنتي وكذا، ولكن عندما جاءوا واعتذروا وناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحمة أن يأمر ثمامة بفتح الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم توسله. مش الآن الرئيس الفرنسي يقول لن نتراجع، سنستمر في نشر الرسوم، هذه حرية تعبير، وأصحاب بعض أصحاب اللحى عندنا يقولون لا تقاطعوا حتى يأذن ولي الأمر. طيب أين أمرك بالمعروف أنت؟ لماذا لا تأمر ولي أمرك بالمقاطعة؟ ما الذي يمنعك؟ قلت والله قد تحصل هل أجرت عقلك
هل أنت ما دامك تفتي للناس لا تستطيع أن توازن بين المصالح والمفاسد، لا تستطيع أن تتابع الأخبار؟ أصلاً متابعة الأخبار عند أكثر هؤلاء جلهم يقولون هذا من البدع، أنت عليك بطلب العلم وعليك بإصلاح نفسك ودع السياسة لأولي الأمر. الله أكبر، هل كان الصحابة مع أولياء أمورهم من الصحابة أيضا ومن التابعين، هل كانوا معهم كذلك؟ ماذا فعل أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم؟ وماذا فعلوا مع يزيد؟ أنا لا أقول، لن أتكلم عن الخروج بالسلاح، لن أتكلم عن هذه المسألة التي طال فيها الجدل واختلف فيها الصحابة، فمن نحن حتى يعني لا نختلف، لكن الثابت أن بعض كان ينكر بعضهم علنا باللسان. طيب لا نريدك أن تغلظ القول لولي أمرك قد تجرح شعوره، راسله قل له فرنسا عدوة، نحن نطلب من سيادتك يا ولي أمرنا، من حضرتك يا جلالة الملك، أن تفكر فقط في أنك تستدعي السفير الفرنسي وتنكر عليه. حتى الكفار يعملون هذا، حتى الدول الإسلامية الأخرى تعمل هذا، إن تطاول بعض الدول على الأسرة الحاكمة مثلا أو على نظام الحكم في ذلك البلد، تنتفض مشاعرهم وتحمر أنوفهم وتنتفخ أوداجهم لأنهم والله قالوا الملك الفلاني سخيف مثلا، يعني ممكن يقطعوا العلاقات، ممكن يهددون بقطع الاتفاقية الشراكة الاقتصادية التي كانوا بصدد توقيعها، ممكن يظهرون شيئا من العتب على الأقل، فكيف برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن رأينا هؤلاء طغاة الأعراب وجفاتهم، يعني بعد الإساءة من الرئيس الفرنسي لنبينا صلى الله عليه وسلم يستقبلون السفير الفرنسي ويبتسمون في وجهه ويصافحونه ويصورون وينشرون، يعني وكأن أمة المليار لا قيمة لها. فلماذا هذا يعني إطفاء جدوة الغيرة وجدوة المحبة؟ ويعني نعم يجب أن ينضبط الأمر بالضوابط الشرعية، نحن لا ندعو إلى ذبح المدرسين في باريس كما حصل بغض النظر عن من هو الفاعل، نحن لا يعني بعضهم يلزمنا بذلك، يقولون أنتم تحرضون المسلمين في الغرب أن يعملوا مذابح في الفرنسيين، نحن لم نقل بهذا، لا تلزمنا بما لا يلزمنا. وبعدين ليش إدخال المظاهرات في مع أن نحن نرى مشروعية المظاهرات إن لم يترتب عليها مفسدة أعظم، وهذا نقش كثيرا، وأنا أفتقر إلى نص خاص جزئي، بل هي من أمور سياسات التي أليس الأصل في الأشياء الإباحة، هذا قاعدة متفق عليها حتى مع شيوخ هؤلاء، لا أظنهم يخالفون في أن الأصل في الأشياء الإباحة. ما الذي سيحرم؟ كما قلنا إما نص يحرم أو فساد ظاهر راجح على المصلحة. ما المظاهرات يا شيخ فقط لا تخدم الحاكم، المظاهرات لا تخدم الحكام. نعم. يا شيخنا لأنها تزعجهم كثيرا. نعم شيخ، قلت لك المظاهرات تزعج الحكام، لا يستطيعون يعني تزعج الحكام ليس أن يقولوا بها يعني. نعم نعم نعم، يعني بعدين تعال يا سيادة الشيخ يا فضيلة الشيخ اللي تقول ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر، من جاء بولي الأمر هذا؟ من جاء به؟ هل بايعته الأمة؟ هل اختارته الأمة؟ بتقول لي تغلب والعلماء قالوا المتغلب يصبح شرعيا. أولا إمامة المتغلب نعم قال بها كثير من أهل السنة، نحن لا ننكر هذا، ولكن ليس فيها إجماع، حتى الإجماع المنقول والمدعى هناك من خالفه. واقرأوا أحكام أبي يعلى، الأحكام السلطانية لأبي يعلى، بل حتى الماوردي وإن كان رجح عدم اشتراط ظهور الرضا من أهل الحل والعقد لكنه نقل القول الآخر، وأبو يعلى رجح القول الآخر في كتابه الأحكام السلطانية، ذكر الروايتين عن أحمد وانتصر إلى أنه لا بد أن يرضى أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة، لا بد أن يرضوا بهذا هذا الحاكم أو هذا الإمام. هذه أولا.
ثم الذين قالوا يعني بقبول إمامة المتغلب إنما قالوا بها للضرورة والمفتى والصورة التي كانوا يعيشونها. كان ذلك المتغلب يعني لم يكن مواليا للروم ويرضى بأن يشتم رسوله على لسان زعيم الروم وهو يعني يمده بالنفط وبالغاز وبالمليارات وبالدفاع عنه وبإنقاذه إذا وقع في ضائقة اقتصادية. ويا ليت ذلك الكافر يحترم يعني هذه الأمة ويراعي حتى من أجل مصلحته. لا لا، لم يكن أولئك. هذا المعتصم الذي هو مبتدع، المعتصم العباسي الخليفة الذي تبنى عقيدة المعتزلة والذي عدب الإمام أحمد وامتحن العلماء وكل من قال بالعقيدة الصحيحة ولم يخضع للإكراه والإجبار والتعذيب كالإمام أحمد والبويطي وسحنون وغيرهم يعني. مع كل هذا لكنه عندما استنجدت به امرأة مسلمة في عمورية أسرها الروم سير ذلك الجيش المعروف وأرسل تلك الرسالة القاسية شديدة اللهجة لملك الروم. إذن هو لما صبروا عليه وصبروا على بدعته ولم يدعوا إلى الخروج عليه مع أنه لم يبايع بيع هو أخذ المسألة بالميراث وبالإكراه. نعم قالوا لأنه حافظ على دولة المسلمين، حافظ على الثغور، يعني استنقذ الأسرى، يعني مقاصد الإمامة الكبرى في مجملها حافظ عليها. يعني القانون الشرعي الذي هو في البلد لم يكن قانونا وضعيا، وما فكروا في هذا أصلا، كان هو الشرع. الفقهاء والعلماء كانوا هم الذين يسنون القوانين للدولة، لم تكن الأحكام يعني مقننة على خلاف شريعة الله تبارك وتعالى. نعم. هذا نعم نقول هذا خلاص متغلب ماشي، هو يحاسبه الله، ولكن ما دام حافظ على معظم مقاصد الأمة والأمة يعني حقوقها في أغلبها يعني محافظ عليها، الناس آمنون في طرقاتهم، الأحكام الشرعية قائمة، يعني دولة المسلمين لها مكانة ولها نعم طيب. لكن الذي نراه اليوم لا جاء الحاكم بالطريقة الشرعية التي هي الاختيار، الطريقة الشرعية هي الاختيار، ليست التوريث وليست التغلب والانقلاب. الناس المسلمون يختارون من يحكمهم في مظلة دين الإسلام وأحكامه ومبادئه، هذا هو الحكم الشرعي باختصار. فلا هو جاء بهذه الطريقة الشرعية ولا خالف وتغلب وانقلب وقتل من قتل ثم جلس على الكرسي وتمكن وبعدين قال والله أنا سأحافظ على مصالح الأمة العليا، سأحافظ على هويتها، سأحافظ على مكانتها بين الأمة. قل طيب ممكن يعني الله يحاسبك، نحن يعني عفى الله عما سلف والله يحاسبك عما فعل، ونحن ما دام أقمت لنا مقاصد الإمامة الكبرى وحافظت على مصالحنا كأمة إسلامية مترامية الأطراف الآن تكاد تصل إلى ملياري نسمة يعني، ووقفت الآن هذا واحد من المواقف الامتحان، يعني أن يعتدى على عرض نبيك الذي تنتسب إليه ثم يعني تبقى علاقتك بالمعتدين كما هي وربما زادت. يعني لن نتكلم عن جرائم فرنسا في السابق واليوم، يعني المسألة ليست فقط عقدية وإن كانت على رأس المهمات وعلى أولى الأولويات وفي أولى الأولويات قضية التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مسألة هينة عند المسلم. ولكن أيضا أضف إلى ذلك أنهم معتدون بالقوة بالحرب، ماذا فعلوا في الجزائر وفي بلدان المغرب العربي كلها؟ الآن الجماجم التي رأيناها في ومن السخرية أن يسموا ذلك المتحف متحف الإنسان، وضعوا فيه جماجم شهداء، مجموعة من شهداء الجزائر، واحتفظوا بها ليتبجحوا بها أمام العالم، وهم دعاة حقوق الإنسان والحريات
والكرامة الإنسان، وخذ ما إلى نعم. ذلك من الشعارات التي نعم. نسمعها كثيرا. ماذا فعلوا في نعم. ليبيا؟ نعم. يعني قتلوا الليبيين بطائراتهم ودعموا الانقلابيين في بلادنا، يعني فهذا أضفه إلى ما يحصل. أما هذه الإلزامات أنت هم ردوا على الشيخ عثمان الخميس بارك الله فيه عندما غار على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة الحقيقة جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته، ساءهم ذلك. ويعلمون أن الشيخ عثمان الخميس رجل له يعني كلمة وله تأثير في خاصة في كثير من المجتمعات الخليجية، ووقف موقفا يعني صراحة نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته. آمين. وجهوا إليه سهامه، أنت كذا وأنت تدعو إلى مش عارف كذا، وأنت يعني هل تكفر من لا يقول بالمقاطعة، هل ما دخل هذا في هذا يعني. ثم دخلوا في النية كعادتهم، لا هؤلاء طيب الذين يدعون إلى المقاطعة هب أنهم يعني أصحاب أغراض سياسية، هب أنهم إخوان مسلمين كما يقولون، أو هب أنهم كما يسمونه إسلام سياسي، وهب أنهم يريدون من وراء ذلك شيئا غير جيد. أين أنت؟ لماذا لا تخرج أنت بالأنقياء الأصفياء أتباع السلف الصالح الذين يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية والإزار والسواك أين أنتم؟ لماذا لا تنظمون مظاهرات ليس فيها فساق مثلنا ومثل أتباعنا؟ لماذا لا تقفون يعني بمعزل عن الإسلام السياسي وتقفون وتقولون كلمتكم؟ سنحمد لكم ذلك نعم. رغم الخلاف. لماذا يا أصحاب النية الطيبة والخالصة لنصرة الدين ونصرة السنة أين أنتم؟ لماذا لا تخاطبون؟ لماذا لا تنكرون على ما يحصل؟ شيخنا الآية هذه مثلا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو لينا إلا كتب لهم بعمل صالح، تدخل في هذه المقاطعة شيخ هذه الآية؟ أكيد يعني هذا اللي يدخل في عموم الآية، ما دام هذا موقفك المناصر للنبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه يغيظ الكفار، ولم يثبت لنا كما قلت هؤلاء أن هذا والله سيؤدي إلى مفاسد وإلى استئصال الأمة، أو يعني حتى قضية أنهم ربما يغلبوننا هم بالمقاطعة، ربما نحن الذين نجوع وليسوا هم، هذا مشعر بضعف الإيمان يا شيخ عبد الباسط. هذه مسألة مهمة في المعارك الكبرى، لا ينظر إلى مسألة الرواتب ومسألة المال ومسألة يعني، إلا في حال أنه خيف على الأمة الاستئصال بالكامل، تلك يعني مرحلة ضرورة، لكن أن والله سيضيق علينا. ولهذا المسلم، أنا ذكرت في مناسبة سابقة بعد التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رئيس فرنسا، ذكرت يعني أن يعني سببا ذكرت أو ذكرت بسبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وللشاطبي كلام، وإذا في وقت سأقرأ فتوى للشاطبي في فتوى الشاطبي صاحب الموافقات، وقد ذكر كلاما حول هذه الآية أيضا في كتاب الاعتصام، كتابه المشهور الاعتصام، ذكر سبب النزول وقال يعني كما ذكر العلماء أن الآية عندما نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يسمحوا للمشركين بدخول الحرم، بدخول مكة، يعني لا يدخل المشرك مكة ولا المدينة، لا يجوز ذلك، فخاف بعض المسلمين على تجارتهم وقال يعني دخول هؤلاء منعش لتجارتنا، يعني نحن ننتفع، تجارتنا تنتعش وتنشط عندما يدخل هؤلاء المشركون إلى مكة أو إلى المدينة. فنزل قوله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، أي وإن خفتم فقرا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني ولله خزائن السماوات والأرض. ولهذا المسلمون حوصروا من قبل المشركين في يعني، ودعا المنافقون إلى محاصرة المسلمين. سبحان الله، بعض هؤلاء
لم نسمعهم يقولون إن المقاطعات والمحاصرات ليست من هدي الإسلام. عندما دعوا إلى مقاطعة البضائع التركية كان ذلك مشروعا وسنة من سنن السلف الصالح. وكذلك عندما حاصر يعني أكثر دول الخليج حاصروا قطر ومنعوا القطريين من الحج والعمرة، لم نسمع هؤلاء يقولون يعني إن هذا بدعة وإن هذا يعني صد عن المسجد الحرام وإن هذا المسجد الحرام لكل مسلم. ما ذنب المسلم القطري أن يمنع من الحج والعمرة؟ هذا البيت الذي قال الله فيه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، هذا البيت ليس ميراثا لآل سعود. الحرم للأمة كلها، أن تتحكم أسرة متجبرة في حرم الله تعالى وتمنع من شاءت للهوى السياسي أو للخلاف السياسي، تمنع من شاءت وكما قبضوا على إخواننا من قبل من الليبيين وهم معتمرون. يعني حتى المشركون لم يفعلوا ذلك، المشركون كانوا يعني إذا لقي الرجل قاتل أبيه مع حميتهم ومع معرفتهم بالأخذ بالثأر يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يعرض له. فيعني لم يتكلم هؤلاء يعني، بل تكلموا في صف الباطل وأيدوا الباطل أو سكتوا. يعني المصدر، أنا قلت مرة يعني على وجه يعني الإلزام والنقد، يعني المصدر الوحيد للتشريع عند هؤلاء هو إرادة ولي الأمر. ماذا يريد ولي الأمر؟ يريد التطبيع مع اليهود، إذن صلح الحديبية جاهز نستدل به. إذا أراد أن يقاطع قطر، والله ولي الأمر. إذا أراد أن يطبع، والله مصلحته صلاحية ولي الأمر شرعا ونظاما. نعم، لكن إذا جاء الأمر على غير هوى ولي الأمر. نعم. إذا أردنا أن نقاطع فرنسا، لا، هذه مفاسد. الله المستعان. والمسلمين، دعني من الإخوان ودعني من الجماعة الفلانية، أنت وربك، أنت ورسولك، أنت ودينك، أين أنت؟ إذا كان هؤلاء يعني مشوشون أو كان هؤلاء مخلطون أو كنت تراهم مبتدعة، طيب ابتعد عنهم وخذ لنفسك موقفا نقيا مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج في كما قلت في مظاهرة نقية، قف في الميدان وأنكر ما فعله ماكرون، اكتب في إن كنت مدونا أو لك صحيفة أو لك منبر أو لك قناة على اليوتيوب أو غيرها من هذه الوسائل، تكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه وما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني شعروا أن هناك شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم ستمس. تكلم إن كنت صادقا، ولكن للأسف هذه الأبواق كأنها أبواق فرع لوزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو الناطق باسم الديوان الملكي أو الناطق باسم المقاطعة نتائجها، يعني فهل يعني لها نتائج يعني فعلا أنها تشجع المسلمين على الاستمرار فيها؟ بارك الله فيك. يعني أنا تابعت قليلا من بعض الإحصائيات من نزول البورصة يعني بالأرقام وبالرسوم البيانية وكذا، أنها نزلت بعد أسبوع من الدعوة إلى المقاطعة. قال بعض الناس وبعض المشايخ أنها ليست بسبب المقاطعة يعني، أو ليست فقط بسبب المقاطعة، لأن الكورونا أيضا يعني لها دور. طيب الكورونا لها الآن قرابة السنة يعني، وهذا النزول المفاجئ في أسبوع كان بعد المقاطعة يعني. فإن كانت الكورونا جندا من جنود الله فنحن معها، يعني نحن نقف إلى جنبها في هذا الموطن. نعم. إذا أضعفت عدونا. نعم. الذي تطاول علينا ولم يحترمنا ولم يقدر ملياري مسلم، تقريبا قرابة الملياري مسلم، لم يحترم مشاعرهم، فنحن لن نأسى عليه. إن أهلكته الكورونا فلتهلكه يعني. نحن يعني نعتبر الكورونا في هذا الموقف وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما الذي لم يتطاول علينا واحترم عقيدتنا واحترم أمتنا واحترم نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم حتى ندعو له بالشفاء إن أصيب لا بأس يعني، ممكن. لكن أنه لا يبالي ويتعجرف ويتعالى. وأنا قلت ربما في مناسبة سابقة يعني نحن موقنون أن الدائرة ستكون عليه، لأننا لسنا
أغير من الله، ولسنا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الله، لأن هذا أحب خلقه إليه. فقط نحن ندعو، يعني نساهم بأن نرفع أيدينا إلى الله، أيدي الافتقار والضراعة والحاجة، نقول يا الله هذا نبيك وعبدك وحب خلقك إليك، وهذا عدوه يسبه ويشتمه ويستهزئ به، اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم فانتقم منه. نعم. وندعو بلساننا وبكلامنا وبما نعتقد أنه الحق، ندعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية الذي نعتبره من أنواع الجهاد الواجب في هذا الوقت. هناك شيخ عبد الباسط، إذا في وقت، يعني أنا ذكرت الحديث الذي يستدل به العلماء في هذا الباب، حديث قصة تمامة، وهي صحيحة لا شك فيها، ودليل واضح على أصل مشروعية مقاطعة العدل. طيب، علماؤنا المالكية تكلموا أيضا، بدءا من الإمام مالك في المدونة كما حكى عنه يعني ابن القاسم، يعني في الحربية الذي معك في مواجهة أو في حالة حرب، والحرب الآن ليست فقط بالسلاح، وإن كنا قلنا أن فرنسا حاربت المسلمين حتى بالسلاح يعني. فقال مالك كما جاء في المدونة: لا يباع من الحربي سلاح ولا كراع ولا سروج ولا نحاس ولا خرثي. خرثي يعني الأتات زي ما نقول، واحد ربما لا علاقة بكلمة الخردوات اليوم يعني لكنها كلمة معروفة عربية يعني، ووردت حتى في الأحاديث. قال ابن حبيب: استثنى فقط الطعام في الهدنة، إذا كان هو بينك وبينه هدنة لم يحاربك، فقط الطعام دون غيره. والمذهب كما يقول صاحب المعيار، المذهب يعني الذي استقر عليه المذهب والمشهور في مذهب مالك، أنه لا يفرق بين الهدنة وغيره وبين الطعام وغيره. ومنعه، قال في المعيار، ومنعه ابن القاسم، لا قال يعني التسولي: ومنعه ابن القاسم مطلقا في هدنة أو غيرها، وهو المذهب كما في المعيار. يعني ربما الطعام يستثنى، لكن يعني لا يستثنى الأشياء الأخرى في الهدنة ولا في غيرها، وهو المذهب كما في المعيار. هذا كتاب المعيار، موسوعة معروفة، يعني من أشمل وأوسع الموسوعات الفقهية في نوازل الفقه المالكي، في جمعت يعني معظم فتاوى علماء المغرب والأندلس. نعم. ويقول أيضا التسولي: وترجيح بعض قول ابن حبيب يعني بجواز بيع الطعام في الهدنة ووقت الرخاء، هذا خلاف المذهب، قول موجود لكنه خلاف المذهب. أيضا يقول ابن رشد في المقدمات: إنما يباع لهم من العروض ما لا يتقوون به في الحروب ولا يرهب في القتال، ومن الكسوة ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوت به مثل الزيت والملح وما أشبه ذلك. يعني واضح أن مسألة يعني بغض النظر عن الفتاوى الآن الجزئية في هذه السلعة أو غيرها اللي ربما تختلف من وقت إلى وقت، لكن مبدأ المقاطعة، أنا هذا الذي أردت أن أثبته، ليس بدعا من القول، لم يأتي به فقهاء معاصرون أو كما يسميهم هؤلاء حركيون معاصرون ولهم أغراض مش عارف إيه. هذا يعني في التراث الفقهي الإسلامي موجود، كان يتعاملون به وينظرون في حالة الحرب، يفرقون بين الحربي وغيره، وفي حالة الحرب وغيرها، ولم يمتنعوا، لم يقولوا لا والله كيف هذه المقاطعة ليست من هذه الإسلام كما يقول هؤلاء اليوم. نعم. وحتى مسألة ولي الأمر ذكرنا نحن عند تعليقاتنا الشيخ عبد الباسط على مسألة التطبيع ومسألة العلاقة بالدول المحاربة كدولة الإمارات عندما حاربتنا مثلا، يعني ومسألة الهدنة، صفقة القرن والتطبيع وغيرها، يعني ماذا قصة ولي الأمر؟ على فرض أن ما يسمون اليوم بأولياء الأمور هم أولياء أمور شرعيون جاءوا بالطريقة الشرعية أو جاءوا بالتغلب، ولكنهم حافظوا على معظم مقاصد الأمة والإمامة، ماذا لو عقد ولي الأمر هذا هدنة مع العدو، مع عدو من الأعداء؟ ما موقف المسلمين من الهدنة؟ لأن هذه النازلة حصلت في وقت الجهاد الجزائري، عندما كانت فرنسا تحارب الجزائر، وعندما انتمى سياسيا علماء الجزائر ومجاهدوها، انتموا إلى سلطان المغرب باعتباره سلطانا مسلما
يعني يقيم الشرع وينتسب إلى الإسلام وينتظر منه أن ينصر الأمة، فعقد صلحا مع العدو الغازي، عمل صلحا مع الفرنسيين. فرنسيين يعني عريقون في العداوة يعني من ليس اليوم فقط. فعقد سلطان المغرب، السلطان أظن اسمه عبد الرحمن في ذلك الوقت، عقد صلحا مع الفرنسيين، وبموجب هذا الصلح زودهم بالمؤن، يعني فتح التجارة مفتوحة، كان يزودهم بالسلع من المغرب، وهذا جزء من محل الشاهد. وأيضا اشترطوا عليه أن يسلم قادة الجهاد الجزائري إلى الفرنسيين، فأرسل يعني الأمير عبد القادر، وأرسل هو ومن معه، كان معه مجموعة من المشايخ، أرسلوا رسالة إلى علماء المغرب، ومنهم الإمام التسولي المشهور صاحب شرح تحفة الحكام، وجمع يعني أجوبته على مسائل الأمير عبد القادر، طبعت موجودة يعني في كتاب اسمه أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، موجودة على الشبكة لمن أراد أن يرجع إليها. فأفتاهم هو ونقل عن علماء المذهب أنه إذا كان الإمام الخليفة، مش فلان توا حاكم جاء بنصبه العدو عليه، لا خليفة المسلمين، إذا عقد هدنة مع العدو ورأى المسلمون أن مصلحتهم في استمرار مقاومته، قال أن مهادنته مردودة وصلحه منقود. وأنا أدعو من أراد أن يقرأ التفاصيل ويتأكد من هذا الكلام أن يرجع على الشبكة، وهو الكتاب ليس كبيرا يعني، أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد. ومما يفيد في هذا الكتاب أنه قريب العهد بنا، يعني ليس من زمن الأئمة الأربعة أو من القرون الأولى، لا هو يعني القرن التاسع عشر، يعني هذه المسائل كانت في القرن التاسع عشر. وتطاول الفرنسيين يعني تطاول دولة أوروبية اللي هي فرنسا، يعني ما زال تطاولها إلى اليوم، وهناك حكام في بلداننا ينتمون إلى الإسلام ويريدون أن يلزمون بعلاقاتهم الاقتصادية مع فرنسا. هل يلزمنا ذلك كمسلمين على اعتبار أن هؤلاء كأنهم الخليفة لنتنازل ونقول لنعتبرهم خلفاء راشدون؟ هل تلزمنا هذه الهدنة؟ التسولي قال لا يلزمنا، ما دام الأمة ترى يعني استمرار المقاومة فلا تلزم هذه الهدنة، تعتبر باطلة. بارك الله فيك، نسأل الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيك وانتهى الوقت، نسأل الله العظيم أن يرزقكم الصحة والعافية وأن يبارك في أعمالكم وفي علمكم، حفظكم الله تعالى شيخ سامي ابن مصطفى الساعدي حفظكم الله. إذن إخوة الأخوات، ختاما جاء نهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار.